المشاهدون الأفاضل، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون جنوبنا بجوبا. أصدر رئيس الجمهورية الفكير ماياردت نحار اليوم مرسوما جمهوريا بتعيين أعضاء للبرلمان عن ولاية شرق الاستوائية على النحو التالي: السيد بيتر لوكوجو مارسيلو عن الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، السيدة أويلا كريستين شارلس الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، السيد موغا جابرييل سيلاس الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، السيد حسن أوربانو أليكس الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، والسيد أنجلو جيمس أنيونغ عن الأحزاب السياسية الأخرى. كما أصدر سلفاكير مايارديت رئيس الجمهورية مرسوما آخر قضى بتعيين أعضاء ببرلمان ولاية شرق الاستوائية على النحو التالي: السيد ماكتا بان أمول، السيدة جوزفين توماس، السيدة فلورنس سالمون، السيدة عائشة ويل وانغ، وجميعهم عن الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية. أما السيدة مارثا كيدن ريميجو عن تحالف أحزاب جنوب السودان في المعارضة المعروف بساوا، والسيد تعبان أوليفر ويليام عن الأحزاب السياسية الأخرى. كما أصدر مرسوما آخر جمهوريا بتعيين أعضاء لبرلمان ولاية غرب بحر الغزال على النحو التالي: السيد الطيب آدم جاموس عن الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، السيد ديفيد دينغ ماتشام عن الأحزاب السياسية الأخرى. إلى ذلك أصدر سيادته مرسوما جمهوريا آخر بتعيين أعضاء ببرلمان ولاية غرب بحر الغزال على نحو التالي: السيد سايمون بولينو بديلا عن أرنيو بولينو بنجي عن حزب الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، السيد حشام حسن جلاب الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، السيدة غريس لينو نيابونغو كوستا عن الأحزاب السياسية الأخرى، وذلك اعتبارا من اليوم الخامس من يوليو 2022. وأصدر سيادته مرسوما جمهوريا بتعيين سارة نيالياب جوك بديلة عن الراحلة إليزابيث نيالياو عن الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية. وقد استقبل سيادته بمكتب وزير خارجية دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بورولين الذي وصل البلاد في مهمة إنابة عن البابا فرانسيس الذي أعلن تأجيل زيارته الشهر الماضي بسبب وضعه الصحي. وقال دكتور برنابا ماريال بنجامين وزير شؤون الرئاسة إن الاجتماع تطرق لموضوعات متعلقة برسالة البابا فرانسيس لحكومة وشعب جنوب السودان الذي رحب به الرئيس كير، وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة التي يعدها شعب جنوب السودان رسالة محبة من الفاتيكان على حد تعبيره. وقد شكر رسول الفاتيكان بارولين ما لقاه من حفاوة الاستقبال وامتنانه لرئاسة الجمهورية وممثل الكنيسة والأساقفة والمؤمنين وشعب جنوب السودان، مؤكدا أنه يحمل الكثير من الرسائل البابوية والعزات وكل رجاء وكثير المحبة ودعاء ليحل السلام وروحه القدير نفوس الشعب الجنوبي الذي ينتظر السلام الشامل والاستقرار في ربوع بلاد منذ وقت بعيد.
استمع دكتور ريك مشارتين النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس قطاع الحكم إلى التنوير قدمه روبن مادول وزير العدل والشؤون الدستورية. وقال مولانا مايكل ماكويلويف وزير الإعلام والاتصالات إن وزير العدل قدم في اجتماع القطاع البرامج المتعلقة بعضوية مفوضية السلام والمصالحة وكذلك المذكرة الخاصة بتعديل القانون الخاص بالمراجع العام لجنوب السودان لعام 2011. اختتمت في نيروبي القمة الاستثنائية 39 لرؤساء دول الإيجاد والتي تقرر فيها ضرورة معالجة قضايا السلام والأمن بمنطقة القرن الإفريقي. وقد أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الدورة الحالية للإيجاد استعداده للعمل مع جميع رؤساء الدول الأعضاء من أجل بسط السلام والأمن في جميع دول الإيجاد. وقال دين داو نائب وزير الخارجية إن جنوب السودان يعمل مع الدول الأعضاء لتحقيق السلام والاستقرار المرجو في المنطقة. ملتزمين بالاطلاع بهذه المسؤولية الجليلة نيابة عن كل مواطني الإقليم. يأتي هذا الاجتماع الأسري في وقت حرج يحاصرنا مجموعة واسعة من التحديات والمصاعب الداخلية والخارجية. أود أن أتطرق بإيجاز إلى بنود المناقشات الرئيسية لليوم وهي الجفاف والكوارث التي تؤثر على منطقتنا وكذلك القضايا التي تلامس السلم والأمن. واقع وتقحم منطقتنا لضربة أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما. قالت تود جالواك مستشار الرئيس للشؤون الأمنية إن الوساطة الجنوبية تزور الخرطوم لتسليم رئيس مجلس السيادة السوداني رسالة من أخيه الرئيس سالفا كير تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطورات سلام جوبا ومطالبات القطاعات السياسية تدخل الوساطة لتسوية حالة الانسداد في سير الاتفاقية والأوضاع على الأرض في السودان. وقد رافق رئيس الوساطة كل من مويل أيدين وزير الخارجية وسكرتارية الوساطة مع زملائه من الرؤساء رئيس البرهان رئيس دولة السودان رئيس الإيغاد ورئيس إثيوبيا ويارا لكل دولتين جنوب السودان في مشاكل بتعلق في حدود. طلب رئيس سلفا لإلغائه ورسالاته لكل رؤساء الدول. نحن دايرين استقرار بتاع كل دولة في الإقليم. نحن إن شاء الله التقى دكتور مارتن إيليا لومارو وزير رئاسة مجلس الوزراء بوفد منتدى شباب الأحزاب السياسية برئاسة تشارلز أوباج وناقش الاهتمام مسعى مشاركة الشباب في إصلاح العملية السياسية بالبلاد وتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة. وقال ماريو جيمي الأمين العام لمنتدى الأحزاب السياسية عن جاهزيتهم كشباب من مختلف الأحزاب السياسية العمل من أجل نشر رسائل السلام والتعايش السلمي والتنوع الثقافي بين شباب جنوب السودان. تسلم روبن مادول وزير العدل والشؤون الدستورية تقرير اللجنة الفنية حول تأسيس مفوضية الحقيقة والمصالحة مشيدا بجهود اللجنة الفنية في إعداد التقرير مضيفا أن الوزارة ستمضي قدما في رفع التقرير إلى الجهات المعنية للعمل بها. بحثت ماري نياواي وزيرة الشؤون البرلمانية مع وفد الاتحاد الافريقي المسائل المتعلقة بتطوير وترقية أداء الوزارة من خلال التدريب وبناء القدرات
وبخاصة الكوادر النسائية على مستوى القواعد. وقد أكد جريمي بيسارو مبعوث الاتحاد الإفريقي استعداد الاتحاد لدعم أنشطة الوزارة في كافة المجالات وتطوير القدرات النسوية والتدريب. ناشد أنيوتي أدييغو وزير الثروة الحيوانية الأحزاب السياسية إلى ضرورة التعاون فيما بينها والعمل كيد واحد لنشر ثقافة السلام وترجمتها في أرض الواقع لا سيما وسط الشباب. وقال في اللقاء الجماهيري الذي أقيم بمدينة ملكال أن العمل الجماعي بوضع جنوب السودان في أولويات وكذلك الزراعة وتأهيل القدرات ونبذ العنف كلها أساسيات، إذا ما توافرت في الجنوبيين سنتمكن من العبور بالبلاد إلى الاستقرار المنشود. حثا النازحين واللاجئين إلى العودة للمشاركة في بناء علي النيل. وقع كل من جنوب السودان والسودان على مذكرة تفاهم تنص على أهمية التعاون والتنسيق في مجال العمل الجمركي بين البلدين. وقال دكتور أكولاي مدود عن مفوضية الجمارك بجنوب السودان أن المذكرة يختص بتفعيل العمل الجمركي بين البلدين، فيما أشاد اللواء عبد الله شادول مدير العلاقات العامة بشرطة جنوب السودان بجهود المبذولة من الجانبين لتطوير الأداء الجمركي واتفاق الأطراف على موجهات العمل بالحدث التاريخي في علاقات البلدين. تاريخية بدأت فيها علاقة جديدة بين الجمارك في دولة جنوب السودان وجمارك السودان، وهي تعتبر جزء من العلاقات الكبيرة الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهو يوم فرصة لي في العلاقات بين البلدين. تم تتويجه ب توقيع الاتفاقية الكبيرة التي ستبدأ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها. أولا أنا يعني سعيد أيما سعادة إنه حضرنا اليوم لكي نشهد هذا الحدث المهم جدا في خطى تطبيع وتطوير العلاقة بين البلدين لاستقرار سياسي وأمني في دولتين. لذلك ما شهدناه اليوم يعني من توقيع الاتفاقية التعاون في المجال الجمركي بين الدولتين، أنا بعتبرها هي خطوة مهمة جدا جدا وخطوة في الاتجاه الصحيح عشان ما نصل لمرحلة بتاعت التكامل الاقتصادي والتجاري. وإنه الآن إحنا بنتحدث عن فتح معابر لنا يعني أكثر من سنة ولا حاجة دي، لكن إذا افترضنا المعابر فتحت لكن ما في اتفاق جمركي برضه حنكون لسه محتاجين لخطوة في هذا الاتجاه. قالت ركليتو ريال حاكم ولاية غرب بحر الغزال أن حكومتها ملتزمة ببرامج تمكين المرأة ومساندتها لتقوم بدورها التربوي والأخلاقي في المجتمع. وأضافت في حديثها لملتقى جمعية المرأة للمحبة والسلام المنعقدة تحت شعار تمكين المرأة أن الأدوار المتعاظمة للمرأة يحتم دعمها وتأهيلها لتقوم به على الوجه الأكمل، فيما دعت ماتيلدا جون وزيرة الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية جمعية المرأة للمحبة والسلام أن يكن سفيرات للسلام في مجتمعاتهن وقدوة حسنة للبنات في المجتمع. إلى ذلك طالبت الجمعية حكومة الولاية بتخصيص قطعة أرض لتشييد مقر ثابت للجمعية حتى تمارس أنشطتها وبرامجها في تأهيل النساء في المنطقة. احنا كحكومة وعبر وزارة الرعاية الاجتماعية بنجيب مع كل النساء بغض النظر مشاكل اللي تواجههم. فينا ساوينا رامي، فينا ساوينا كلو يعني راجل ما قاعد يختم بوي، وفينا تلو ومسؤول من الايام. في مشاكل كثيرة قاعد تواجه النساوين، وانا متأكد انتوا قاعدين تتكلموا فيهم. لكن احنا لازم نحط يدنا سوا عشان نحلوا مشاكلنا. أنا عايز أقول لكل أخواتي الموجودين هنا، إحنا لما نكون في الجمعيات إحنا نكون رسل للسلام،
نرسل رسالة بتاعت السلام للأخوات الماحدر هنا، نورهم أهمية بتاعت السلام ده شنو بالنسبة لنا كنساء، لأنه في فترة بتاعت الحرب أكثر ناس متضررة في الحرب هي المرأة. عشان كده واجب علينا نرسل رسالة بتاعت السلام لبيناتنا، نحافظ على السلام اللي احنا موجودين فيه، وده الشيء اللي بيتوحدنا احنا كنساء. نحن قاعدين نعاني من المغر، المغرات ما عندنا الجمعيات الأربع بالذات ما عندنا جمعيات. قدمت بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان عدد سيارتين لاند كروزر دعما لإدارية منطقة البيبور الكبرى، الذي أشاد رئيسها لوكالي إيمي بالدور الكبير للبعثة الأممية وبرامجها لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقد جدد جيثا بيوس ممثل اليونيميس التزام البعثة الدولية بدعم جنوب السودان وبرامجها في السلام والاستقرار المناطق التي تأثرت بالحروبات المحلية. اختتمت بمدينة روكن أعمال المؤتمر التفاكري لأبروشية روكن الإسقافية تحت قيادة مطرانها الجديد إيمانويل لوموروا. وقد تناول المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام المسائل الخاصة بمشروعات التنمية وتطيب النفوس بالإيمان وبجانب تقوية دور الكنيسة في المجتمع. So asani na miraba kama na taina tena mulude ana kuudi tani ziada kuduru. مشاهدونا في كل مكان انتهت نشرة الأخبار. شكرا لحسن المتابعة.